السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم عندنا مقارنة ما بين حاسوبين، وانت الحكم في هذه النقطة. طبعا راح نتكلم عن كل حاسب وميزاته وامكانياته فيما يخص بالتصميم، جودة التصنيع، الشاشة، الصوتيات، لوحة مفاتيح، منطقة الفارة، المنافذ وتنوعها، وأيضا إيش يميز كل حاسب محمول. فأعطونا رأيكم في خانة التعليقات. أتكلم عن أول حاسوب مقدم من قبل شركة هواوي، الميت بوك دي 14 نسخة 2023، وعندنا أيضا الحاسوب الـ HP Pavilion بنسخة أو بمقاس الـ 14 إنش. التفاصيل والتوفر والأسعار إن شاء الله راح تكون موجودة في خانة الوصف، فياليت تشيكون عليها. أبدأ مع التصميم وجودة التصنيع. أول شيء راح تلاحظه هو فيما يخص بالتصميم، هو الحاسوب الميت بوك 14D حصل على تغييرات مرحب فيها من ناحية الشكل الخارجي مقارنة بالجيل السابق. أولا الاهتمام في موضوع الوزن، كان أتكلم عن 1.3 كيلوغرام، الآن مقارنة بالـ HP Pavilion هو 1.4 كيلوغرام. للأمانة الاثنين متميزين في موضوع التصميم وفي موضوع جودة التصنيع. اهتمامهم في موضوع استخدام أعلى استاندر من ناحية جودة التصنيع، استخدموا الميتال، فما راح تحس مشكلة نهائيا في موضوع جودة التصنيع نهائيا. لكن مثلا موضوع لف الشاشة لأقصى حد ممكن، راح تلاحظ انه ما شاء الله الميت بوك راح ياخذ الشاشة مسطحة، مشاشة معتمة وممتازة، لكن بابليون محدود في مستوى العرض الى الزاوية محدودة جدا. استغلال ممتاز مساحة اطار الشاشة في الميت بوك دي 14، فبالتالي معطيك مقاس اكبر على الرغم انه مقاس ال 14 انش، فهذا الشيء مرحب فيه. واحد من النقاط اللي راح برضو راح تلاحظها في لوحة المفاتيح انه مساحة كل زر اوسع، وراح تلاحظ انه اعمق مما هو موجود مثلا في موجود في الـ HP Pavilion. الـ Pavilion يستخدم اللون الفضي، لكن بنفس الوقت في إضاءة خلفية. لأن مشكلتي مع موضوع الإضاءة الخلفية في الـ HP إنه مستخدمين اللون الفضي، لو الأسود مع الإضاءة الخلفية لكان له نتائج أفضل، لكن يبقى وجود الإضاءة الخلفية شيء مرحب فيه. نعم فيه البصمة على كل جهاز، لكن وجود البصمة على زر الطاقة أفضل بالنسبة لي وأسرع من ناحية الوصول له. مكان الكاميرا على كل جهاز في يعني ممتاز وسهل جدا الوصول له. المنافذ موجودة على كل حاسوب أشوفها ممتازة من ناحية استخدام الـ USB الـ HDMI والـ USB Type-C. الآن موضوع أني أشحن من خلال USB Type-C عندي أفضل، نعم HP راح يعتمد على منفذ الطاقة بنفسه، فبالتالي تحتاج انك عشان تشحن هذا الحاسوب لازم تستخدم منفذ الطاقة، فوجب بالتذكير يعني صراحة الشاحن هنا جاي اصغر وافضل. لكن ارجع اقول لك انه منافذ الامان على كل جهاز ممتاز ومرحبا. مساحة منطقة الفار للامانة الموجودة في الهواوي اوسع واكبر ما موجود في الاتش بي، وكلهم يستخدمون تعريفات الويندوز، فبالتالي ما عندي اي مشاكل من ناحية الاستجابة وحركات الخاصة ب يعني المالتي تاتش وغيره لمنطقة الفارة للويندوز 11، أموري جدا فيها ممتازة. الأداء، الآن الأداء هنا فرق كبير، لأنه أول شيء راح تلاحظ أنه الهواوي ميت بوك يستخدم الجيل 13 مع جهة انتل. اللي راح تلاحظه أنه الفرق ما بين الجيل 12 الموجود في حاسوب الـ HP والجيل 13، الفروقات هو في موضوع الأداء واستهلاك البطارية. في السنجل كور والمالتي او ثريد كورد فيها راح تلاحظ ان الفروقات تبدأ بنسب واضحة ما بين يعني 11% الى 39% لمتعدد الانوية، فهذا بخصوص الاداء. واستهلاك البطارية افضل ودعم افضل لموضوع الرامات، من الرامات وايضا احدث التقنيات. الجهاز حاصل على يعني الاثنين للامانة حاصل على معايير انتل ايريس، الكرت الشاشة المتصل المقدم من قبل شركة انتل، فاحنا حطيناهم في تست واحد عشان نشوف وش رايكم فيها. جربنا طبعا اول شيء فيما يخص بالفار مارك واللي يعطي يعني اعلى شيء فوق المستخدم العادي، والمستخدم الثقيل حتى يضغط على السي بي يو لاقصى حد ممكن عشان نشوف ثبات السي بي يو، وبنفس الوقت نشوف احنا والله من ناحيه انه هل في انخفاض في التردد مع الحراره والحراره. يعني
النتائج قدامك، فاعطنا رايك في خانه التعليقات. جربنا 60 بنش برضو فيما يخص باختبار عدد الانويه لكل معالج، فالنتائج قدامك. قراءات الاس اس دي واحد من النقاط اللي صراحه بينت بقوه لصالح الهواوي مثلا عما موجود في الاتش بي الهيفن انجن، نعم الاثنين لكرت شاشه متصل مو مخصصين للالعاب، لكن حطيناهم في تيست، فاعطنا رايك في خانه التعليقات باستخدام هذا البرنامج رؤية يعني وش اللي موجود فيها. طبعا الشاشة طبعا 2.14 انش، لكن راح تلاحظ انه نسب استحواذ الشاشة زي ما قلنا في البداية لصالح هواوي، لانه هنا قاعد يعطي نسب استحواذ تصل الى 90% مقارنة بها موجود في الاتش بي اللي هو 81%، فممتاز. الاثنين ب 1080 بي، لكن من ضمن التحديثات الجديدة الموجودة في نسخة 2023 وهذا الشيء جدا ممتاز، انه نظام العرض الخاص بهواوي لشاشة هواوي 16:10 مقارنة ب 16:9، وهذا يعني بكل بساطة انه نظام العرض راح يكون متوافق مو بس للمالتي ميديا والتصفح، بل يعني راح يكون انسب وممتاز لعرض التطبيقات ما التطبيقات الخاصه بالشاشه. نسبه الاس ار جي بي والادوبي ار جي بي راح تلاحظ انها ممتازه على كل حاسوب، لكن اذا بغيت يعني تهتم في موضوع تحليل الصور وفجاه يهمك دقه الالوان وخاصه فيما يخص بالادوبي وغيره راح تلاحظ شوي هواوي متفوق فيها، فوجب الذكر. الصوت سماعات موجوده بالاسفل، اللهم البانج اولسن بالتعامل مع اتش بي شوي تفاصيل صوت اعلى، لكن انا صراحه ما احب السماعات تكون، انا احب السماعات تكون على يميني يسار الفاتيح. استخدم سماعات اذا بغيت، الامر راجع لك اولا واخيرا. طبعا وش الشيء اللي راح تلاحظه برضو، انه البطاريه موجوده على كل حاسوب يعني تعطي بعمر ممتاز، لكن الشيء اللي يميز هو الايكو سيستم الخاص بهواوي. الايكو سيستم يعتمد على تناغم وتواصل وتخاطب ما بين أجهزة هواوي مع الحاسوب. يعني مثلا احنا جربنا الفري بودز 5، أول ما فتحنا الغطاء على طول تعرف وسوى الاقتران بدون ما أتدخل ولا أي شيء أسويه، وهذا مفهوم السوبر ديفايسز. ممكن أطبقه على التابلت، على الهاتف المحمول، تلقاه في تناسق جميل جدا في أجهزة الهاردوير الخاصة بمنظومة هواوي والإيكو سيستم مع السوفتوير الخاص فيه، وهذا الشيء ممتاز. برضو راح تلاحظ انه من ضمن الاشياء اللي راح تلاحظها هو الانتين الخاص بالواي فاي دي الهواوي يعطي افضلية في نسب التغطية وايضا نسب الكفرج، حتى لو كان على مسافة بعيدة تلقى عدد البارز الخاص بالواي فاي هنا اوسع وافضل ما موجود في الاتش بي، وهذا الشيء ايضا مرحب فيه. طبعا الاتش بي ما في خصائص سوفت وير كثير، لكن مقدم من قبل مايكروسوفت، يعني مثلا الفون اب اللي يسمح لك بربط جوالك فيما يخص بالرسائل والرد على المكالمات فقط، هذا اللي ممكن تسوي معه. فهذا كانت او هذه كانت مقارنه ما بين حاسوب هواوي وحاسوب الاتش بي. التفاصيل والاسعار راح تكون موجوده في خط وصف، لكن لو انا اعطيتك كل جهاز الان وقلت لك سلطان خليهم يختارون، دائما يختارون واحد فقط، فانت وش راح تختار؟ اعطي رايك في خانة التعليقات، نشوفكم ان شاء الله، مع السلامه.